بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم المهندس حسام العايق من إدارة الإذن بالتسويق، كبير مهندسي النجس الطبية. اليوم إن شاء الله راح أتكلم عن نظام الإذن بالتسويق، بالتحديد اللي هو تقديم طريقة تقديم طلب الإذن بالتسويق. إيش المعلومات اللي راح تحتاجوا أنكم تحطوها في الطلب؟ اليوم راح أغطي السكشن رقم 2 من طلب الإذن بالتسويق، اللي هو عبارة عن جنرال الانفو تتعلق بالجهاز والمستندات المرافقة مع سكشن 5 اللي هو البرودكت فيريفيكيشن الخاص بنظام الإذن بالتسويق MDMA. ثم نتكلم على سكشن 6 اللي هو المانيفاكتشرر كواليتي سيستم ستاتوس. سكشن 5 راح نتكلم عنه في النظام الأوروبي في البداية، وراح نستعرضه بالتفصيل لأنه أكثر مقدمي الطلبات في نظام الإذن بالتسويق يستخدمون النظام الأوروبي كبيس لطلبهم.